تعبت اليوم بالمشاركة وافتتاح مستشفى السلام في المنطقة الجنوبية في المنطقة المهبولة، وهو إضافة يعني مميزة إلى الخدمات الطبية في القطاع الأهلي. يسعد الإنسان ويفخر أن يعيش على هذه الأرض الطيبة ويرى هذه الجودة من الخدمات في دولة الكويت لخدمة أهالي الكويت. شاكر لكم وكل التوفيق والنجاح. مستشفى السلام الأحمدي يعتبر فرع من مستشفى السلام العاصمة اللي له إرث طويل وباع كبير من سنة 64، وأعتقد معروف عند جميع أهل الكويت. فنفس الخدمات ونفس الجودة اللي موجودة في مستشفى السلام العاصمة راح تكون موجودة هنا في مستشفى السلام الأحمدي.